كتب جديد لهذا الموضوع الذي يجمعنا اليوم، الحرب على غزة كما سميت وكما تسمى في الصحافة هي الحقيقة حرب على فلسطين كلها في قدسها وضفتها، بل هي حرب موعودة في التوراة والأدبيات الصهيونية على الوجود الفلسطيني برمته. نضيف إن حرب على الحضارة العربية الإسلامية والمتمثلة في قيم المقاومة من أجل الحق والكرامة والهوية. هذا الكلام وكأن أحد المواطنين أو الوطنيين سمحوا لي، فهذا الاستعمار كان قبيح، هذا الشيء مجدودنا عفوا أنه كان يشعر بأن الكرامة ديالهم هي اللي كتدس، ماشي مسألة فقط الأراضي. واليوم إخواننا في فلسطين يعيشون ذلك. هذه القيم نقتسمها وتقتسمها الشعوب العربية والإسلامية، بل كل أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني الأعزل. اللي جديد في الأمر مع طوفان الأقصى هو أن هذه الشعوب تقتسم هذه القيم اليوم مع مقاومة مسلحة، ما كانش هالشيء قبل، وبدأوا الناس يولون ظهرهم من كل الحلول السلمية الاستسلامية المستهلكة من طرف سلطات تصبية فلسطينية منبطحة أو غيرها. فالشعارات ديال الشارع في المجتمعات كلها في الغرب وفي العالم العربي الإسلامي تعبر عن ذلك، بل حتى موقف المثقفين في العالم الغربي. أنا تفاجأت البارح بالموقف ديال فرانسوا بيرغا. فرانسوا بيرغا مثقف عنده ميول الشعوب العربية والإسلامية صحيح، ولكن باش يوصل أنه يزكي موقف حماس ويقول لك هذا موقف شجاع، موقف رجولي، موقف بطولي، قامت عليه الدنيا ولم تقعد في فرنسا منذ يومين. فرانسوا بيرغا مثقف فرنسي يعيش في الغرب. هذه هو اللمسات الجديدة اللي كنا نلمسها. فهذه القضية الفلسطينية قاومت من أجلها في الماضي عدة فصائل متنوعة المشارب من الاشتراكيين والشيوعيين وجورج حبش والإف بي بي وغيرها. اليوم الحاصل أن الفصائل المقاومة مرجعيتها إسلامية، طينتها إيمانية، تتجلى في البسالة ديال المقاتلين وفي الصبر ديال المدنيين المصابين، يعني باين العنصر الديني والبعد الديني باين، يعني أبى العالم أم كره. حتى بلغت الكلمات المعبر عن ذلك أرجاء العالم الإسلامي الغربي. ثم كتشوفوا دابا في الفيديو ناس غربيين، نساء، رجال، كيقول لك كيفاش هاد الناس كيقولوا الحمد لله، تصيبهم القنابل وهما متشبتين، الحمد لله على كل حال وبحسبنا الله ونعم الوكيل. بل إن كلمة معليش أصبحت يعني أنشودة أيقونية في العالم، ترجمت لكل لغات العالم. معليش هي استسلام ديني لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان فداء فلسطين فمعليش. فهذا التحول الثقافي هو الذي نحن بصدده الآن. وهذه المرجعية هذه ذات البعد الديني كان لها على الأقل انعكاسان. الانعكاس الأول هو أنها زادت الصهاينة جنونا وعنجهية، حتى أصبحوا يهددون الأنظمة العربية بأن الدور قادم عليهم إذا نجحت حماس في مشروعها وفي حربها. والانعكاس الثاني هو أن الدول العربية هذا التميز وهذه الخصوصية ديال المقاومة ديال هذا العام ديال هذا الطوفان يعني أزالت وأخمدت ما كان بقي من مناصرة للقضية. إذا كانوا غير هادو ما غنصرهم ما غادي ندعمهم، هما شعرين بأنه شي حاجة كاينة، ما هوش مجرد حرب لتحرير الأرض، بل هي هو فكر وبعد مجتمع. هذه الهبة العالمية اللي ولدها طوفان الأقصى سواء في الأوساط الشعبية أو لدى النخبة المثقفة، حقيقة أنا شخصيا كنعتبر لم يسبق لها مثيل، لأنها صحوة ضمير حقيقية وشملت المثقفين الأحرار في العالم بأسرهم. هذا هو ما كناش نشهدوه من قبل. هذه الانعكاسات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن نضال أهل غزة والضفة من أجل حريتهم واستعادة أراضيهم وتحرير الأقصى في الحقيقة هو جهاد من أجل العزة والكرامة، أكثر يكون جهاد من أجل الأرض. هذه العزة والكرامة هي بالذات مغرب فرنسا، هي التي داستها القوات الصهيونية مع عزيزة من الغرب
واخرجتها من نطاق المشترك الانساني، مابقاش عارف شنو هي العزه والكرامه والحريه بحيث بانوا على حقيقتهم. هذه السرديه الغربيه اليوم ديال حقوق الانسان وسياده القانون الدولي وحريه الشعوب كلها ضربت، ووجه ديال الثقافه ديال ما بعد الحداثه التي تمحو وتمسح كل القيم الانسانيه بقوه المدفع انكشف. ثم الان السؤال هو على من الدور القادم بعد غزه؟ لعلنا نفكر ان الدور يكون على كل من سولت له نفسه برفع الراس بطبيعه الحال اجتماعيا وحضاريا سعيا للتحرر من الاستعمار الاقتصادي والاستعمار الثقافي والاستعمار الفكري والوجداني الذي تنكر في زي العولمه. الشعوب ديالنا مخدره بالعولمه وبكون القيم الكونيه، فربما الدور على من يرفع راسه ليتحرر منه ويكون مصيره مصير غزاويين وفلسطينيين. وفي الحقيقه الفكر الصهيوني نراه انه محلول مركز للفكر الاستعماري. بطبيعه الحال الفكر الاستعماري الغربي هو اللي مركز، اما المعسكر الشرقي عنده قصه اخرى. والتغلب ديال الفكر الصهيوني في نهايه القرن ما قبل الماضي ما هو الا بدعم من الفكر الاستعماري. فسي لو ميم كومبا، والضحايا هما طبعا الجهات المستعمره. سيدات والساده الكرام، اليوم التأمنا في هذا الفضاء الجامعي، وله رمزيته أننا في فضاء جامعي، لنتدارس كيف نقاوم هذا المد الاستعماري والصهيوني في مجتمعاتنا بقوة الفكر، كما يقاومه الفلسطينيون في أرضهم بقوة السلاح. سلاحنا هو الفكر، نفكروا واش مصيرنا أننا نبقاو خاضعين لهذه الهيمنة ديال الفكر الدولي، ولا ان هناك انعتاق ممكن انعتاق فكري منه. ويتجلى ذلك في الاستيلاء الثقافي وفي التطبيع الفكري والدبلوماسي قبل ان يكون تطبيع اقتصادي هي كلها مواضيع الساعه. فما منا، انا ممكن انه ما منا احد في هذه القاعه الا ناصر ويناصر القضيه الفلسطينيه في الشوارع وفي الحديث اليومي بالمشاعر وبالانفعالات الوجدانية. لكن لقاؤنا اليوم تقترح اللجنة المنظمة أن ينقلنا من الإثارة إلى العبارة، اتخاذ العبارة فكرة لخلف هذه الأحداث. والسؤال اليوم هو أن هذا التحول الثقافي للشعوب والنخب نحو استقلالية أكبر عن التنميط الغربي، هل يعد نصرة هادئة وعميقة للقضية الفلسطينية، أم أنهما سجلان مختلفان؟ خلي غزة جهتها ومعركة الفكرية جهتها. هذا السؤال غادي يتطرح، يعني هذا الالتماس، هذا التغير الثقافي اللي في العالم كله في العالم العربي، هل له وما هي صلته بمناصرة القضية الفلسطينية؟ بل أكثر من ذلك، كيف نستجلب المدد من هذا الزخم الفكري الغربي للمفكرين الغربيين من اجل انفسنا ان ننظر بانظار جديد.